قرئ على شيخنا رحمه الله بطرابلس الشام، وأنا أسمع من وصايا الإمام علي رضي الله عنه لكميل بن زياد النخعي. قال كميل بن زياد: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبان، فلما أصحرنا جلس ثم تنفس ثم قال: يا كميل بن زياد، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل بن زياد، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم، والمال محكوم عليه. يا كميل بن زياد، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. هاه إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدره، لو أصبت له حمله. الهمج ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه الدواب، والرعاع السفلة من الناس. ناعق يقال نعق الراعي ينعق إذا صاح بغنمه وزجرها، والاسم النعاق. ناعق يقال نعق الراعي ينعق إذا صاح بغنمه وزجرها. الوثيق الثابت المحكم، يزكو يزيد، والله تعالى أعلم وأحكم.